بس انا عايز اقول لك على حاجه عشان ما تتعبش. يعني انت بص على الشاشه المصريه كده، عليها مين؟ خير رمضان. عليها مين؟ الشاشه المصريه مش السعوديه، السعوديه عمرو اديب خلاص يعني. لكن بص على الشاشه المصريه هتعرف مستوى مصر. يعني كان زمان عندنا استاذ كبير يعلمنا، استاذ عظيم علمنا، وكان بيديني عماره، لان احنا كنا في فنون جميله بناخد ماده اسمها عماره واحنا صغيرين، يعني قصدي في سنه في اعدادي. كان يقول لنا جمله مهمه قوي، والجمله دي راحت لازقه بغيرها في دماغي ما خرجتش لحد دلوقتي. العماره هي الجلد الثالث للانسان. ده جلدك الاول بتاع ربنا، واللبس اللي انت بتلبسه ده جلدك الثاني، والعماره هي الجلد الثالث. العمارة بتعكس ثقافة الدولة، بتعكس مستوى الدولة. في فيلم اسمه السيد إبراهيم وظهور القرآن، لعب بطولته عمر الشريف، هو فيلم فرنساوي يعني. في الفيلم ده مفروض ان الراجل بيبيع البقالة بتاعته وياخد الولد الصغير ويروح أوروبا، فهو خارج من القرية الفرنسية دي بيقول له انت بتقدر تحكم على الناس وعلى مستوى الناس من زبالتهم. هو الفيلم ده، برافو عليك، من الزبالة بتاعتهم تحكم على مستوى الناس. انا بقول لك بقى، انت عايز تعرف بلد، بص على الشاشة بتاعتها رسمي. انت الشاشة بتاعتنا فيها مين؟ تامر امين، محمد الباز، أحمد موسى، نشأة الديهي. خلاص خلصت يا معلم، خلصت. دول اللي بيكلموا الناس، دول اللي بيزرعوا مفاهيم بقى عند الناس وبتاع. بص على مثقفينك كده، خالد منتصر عمل إيه بقى؟ إبراهيم عيسى اللي على كل لون يا باتيستا، يوسف زيدان، دول مثقفينك، دول أكلت الكلأ بتاع الغرب بس. فما تعبش نفسك. دول بقى مشكلتهم ايه؟ وده اللي بيعمله الطغيان، انه يبرز الناس اللي هي انصاف المواهب واللي ضيع مواهب دي. يعني احمد موسى كبيره يقف سايس قدام سوبر ماركت، ده لو اشتغل سايس في مول يبقى ربنا فتح عليه. تخيل، ده نجم. بص على السياسة عندك فيها مين؟ والله بص على المجال السياسي في مين؟ مين سياسيين تشوفهم على الشاشة كده وتقول الله، ده حاجة، ايه الحلاوة دي؟ او الراجل ده عنده وجهة نظر؟ ولا حاجة. الطغيان بيزرع بقى فكرة انك انت لما تلاقي الناس عديمي المواهب دول واخدين مراكز، بينما انت عندك موهبة او انت عندك موهبة ومفيش حاجة، يجيلك احباط. وده المطلوب. بص، ده قسما بالله، ايوه تعالى ارجع 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 ارجع، يا لهوي خبط. لما تلاقي ال 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 في مجال السياسة الأساتذة السياسيين يطلعوا يطبلوا بتاع، يجي واحد عالم كويس قوي ويشوف دول على طول في من شاشة لشاشة، يجيله إحباط. وده المطلوب في الطغيان، لأن الطاغي ما يحبش أبدا الناس اللي عندها موهبة، بيقلقوه، بيفكروه بفقره الداخلي.